السلام عليكم حبايبنا وصحابنا وجيراننا، كما كنتم مرحبا بكم. اليوم حلقه جد مميزه مع رشيد الراشد. مرحبا بكم وألف مرحبا، ونسوا تشاركوا في قناة ضحى غاني. دائما ارفع صوتك، ارفع صوتك ممتازة. مرحبا، قرب شوية الكاميرا. دائما أثمنة جد مناسبة لبرومو خطيرين، فمرحبا بكم ألف مرحبا، ونخليكم مع فيديو جديد. واختي غادي ندوز لكم لهذا الموديل، هذا اللي خطير، ديال هذه الريحه اللي كتبقى في لوكو خطيره من بعد ما كدوشي كترشي على الجسم ديالك. والثمن ديالها 20 درهم. كاين عندنا هذه، كاين فخر لطافه، كاين عندنا يارا، وكاين عندنا هادو. الصراحه راه شميتو مروح ديالهم خطيرين. اما اميره العرب ما نقولش لكم عليها، شي حاجه طوب طوب طوب، شي حاجه خطيره واثمنه في متناول الجميع، وثمن 20 درهم فقط. تقدري تاخذي واحد الريحه اللي ما نقولش لك، انت غاده وريحتك تابعك وطيح اكثر من النيض، والنيض فاتيكي. سولد 20 درهم فقط، بلاص ما غتاخذيها ب 30 درهم فاسباس تركي كيعطيها لك غير ب 20 درهم فقط. مرحبا بكم كاملين، والروائح ديالهم راه خطيرين وواعدين، ما نقولش لكم شي حاجه افيكاس ومجربين واثمنه جد مناسبه 20 درهم. ودابا غادي نهضر لكم على هاد لا مارك بروينكا اللي معروفه البنات، وفيها شامبوان ماسك سيروم. هادو البنات خطيرين بالنسبه للشعر المتضرر، سواء كيطيح لك شعرك او عندك شعرك ناشف، او انك الناس اللي كيصوبوا شعرهم بزاف، فإلا خديتي هاد القام هذا فما غتحتاجيش انك مازال تصوبي شعرك. كتغسلي في الشامبوان ابري ماسك، من وراه ملي كتنشفي شعرك غير بالسيشوار مثلا في الدار، كديري هاد السيروم هذا وهاد لا مارك بروينكا اللي ما كتمتاز بواحد لي فيتامين واعرين وخطيرين البنات، ومجربه. والثمن ديالها كيبقى 150 درهم فقط. كتاخدي واحد القام، في بلاصه ما انك تبقاي تاخدي واحد الشامبوان بثمن بوحدو والماسك بوحدو والسيروم بوحدو. اضعف الايمان السيروم ديال بروينكا كيدير 50 درهم، ولكن حنا جمعنا كلشي في باك واحد والثمن ديالو كيبقى 150 درهم فقط. جربوه وما غتندموش البنات، والله ما غادي تندموا. على حسابي خطير لجميع انواع الشعر المتضرر، كيف ما بغى يكون شعرك، سواء ناشف او شعرك ما كي واخا كتصوبيه بعض المرات كيكون ما كي الزغبه ديالك ما كطيحش، يعني هذا الشامبوان ديميلوغو الماسك فكيسهل عليك انك ما تبقاش تصوبي شعرك. يعني غير جربوه على حسابي وما غاديش تندموا عليه. ودابا البنات غادي ندوز لكم هذا المقشر، هذا اللي كيقش هذا في 30 ثانيه، واعر وخطير البنات. انا ديته لبنتي، جربته البنات الصراحه. انا هذا كنديه معايا الحمام، اللي بنتي ما كيبغيش يخرج لها الوسخ كندير لها واحد شويه ونفركها بالخرقه وتعالوا تفرجوا. الثمن ديال هذا شفتوا، الثمن ديال هذا 20 درهم، والله القسم الى هذا خطير خطير خطير. وغير جربوه من عند ضحى غاني، راه خطير. عرفتي الجلده كيحيد لكم الجلده اللي ميته. انا راه نهار ونهار لا كنديرو. الثمن ديالو 20 درهم، كاين جوج ها هما شفتوهم. الثمن ديال هادو 20 درهم، كنتمنى انكم تجربوه. وكاين البنات هاد امبرولاج بروتين مغذي للشعر، يعملوا على اعاده الحيويه من الجذور حتى الاطراف. هذا البنات عندنا فيه 10 ديال لي بياس، فيهم 25 مليلتر. بالنسبه لهذا طريقه الاستعمال ديالهم، اللي دوشي وتسالي كتاخذي وحده كتكبيها على شعرك وكتبقاي تماصي، فهذا كيصلح الشعر المتضرر. بروتين كيراتين كولاجين البنات خطير، الثمن ديالو 70 درهم فقط. انا كنعطيكم شي حوايج اللي غادي نستافدوا منهم واللي انا ديجا مجرباهم وخطيرين، اقسم بالله الا شي حوايج انا مجرباهم اقسم بالله الا كيصدقوا من داك الشرفع. كاين عندنا هذا الكريم، هذا حتى هو بالنسبه رجلين، هذا حتى هو رطوبه ونعومه، الثمن ديالو 20 درهم. والله البنات لهذا الشيء انا نسيني لكم عليه حتى مجرباه وخاطر، الثمن ديال هذا كيبقى 20 درهم. دابا البنات غادي ندوز هاد لي بونبونيير اللي متعددين الاستعمالات، تقدروا ديروا فيهم اي حاجه، سواء الفواكه الجافه سواء العطريه. حاجه وحده باش كيمتازوا هاد لي بونبونيير هو ان كيتسدوا باحكام، فيهم هاد السيليكونه هادي. الثمن ديال هاد الصغار كيبقى 20 درهم. ها انتم شفتوا الثمن ديال هادو كيبقى 20 درهم، اللي كبر من هادي كتبقى 25 درهم. يعني كنقدروا ناخذوا مثلا لي زونسومبل ديالنا كيف ما كتعرفوا، او نديرهم الاتاي والسكر والسنيده اللي بغيتوا. وباش باش عجبوني انهم كيتسدوا باحكام، هذه هي الطريقه اللي عجبتني، كيتسدوا باحكام يعني كيحافظوا لك على اي حاجه درتيها فيهم. كاينه اللي كبر منها كتبقى ب 30 درهم، 30 درهم فقط. هنايا لوميناغك البنات، لا مارك لوميناغك اللي ديجا معروفه، الزاج ديالها كيكون زوين ونقي، ولا غسلتيه كيبقى يبان جديد دائما. الثمن ديالها 30 درهم، 25 درهم، 20 درهم. ايوا دابا غادي ندوزو بالنسبه لهاد لي بواط، لي بواط هادو هذا لي بواط ديال الزاج، هادو لي بواط ديال الزاج ضروري كنحتاجهم يكون عندنا في الدار. بالنسبه لهاد لي بواط فيهم الصغيره المتوسطه والكبيره. معاد خويا الثمن ديال هاد الصغيره، صغيره 30 درهم، هذه 35 40 درهم. هادو البنات ديال الزاج يعني الفريكو صراحه خطيرين. ها انتم شفتوا، غادي بلاش حنا غادي نقلبوا نشوفوا. ها انتم شوفوا ديري فيها اي حاجه
زوينين وخطيرين ديال الزاج، ضروري كنحتاجو بحال هاد لي بواط. انا كنفضل ديال الزاج على ديال البلاستيك. راكم سمعتوا الاثمنه، هادي اللي متوسطه وهادو هادي اللي صغيره. قال لكم موعد راه كيدخلوا حتى الميكرون، سمحوا لي انا قلت لكم دخلهم للفريج وبغيتهم يتفرقعوا، قال لي كيدخلوا حتى الميكرون، زوينين هادو وصحيين. ايوا كاين انا اختي هاد قراعي ديال الزيت العود اولا ديري فيهم ارغان. شفتوا الثمن ديال هادو شحال موعد؟ 40 درهم. تقدري تاخذي قرعه زوينه، والقرع او البوشونه ديالها راه كتسد باحكام، حتى هي في هذيك الجلده ديال السيليكون، دائما ملي تشوفوا الجلده ديال السيليكون عرفوا راه كتسد باحكام. هادو 40 درهم. غندوزو لهذا الموديل هذا ديال القراعي، راه خديت منه مواعرين. هادو كاينه عندنا الصغيره كتبقى ب 20، وكاينه اللي كبر منها كتبقى ب 25، والمتوسطه كتبقى ب 18 درهم ياك. هادو هما الاثمنه ديالهم. واخا كاينين هادو الثمن ديالهم 15 درهم فقط. غادي ندوزو بالنسبه لهاد الكيسان هادو اللي الصراحه جاوا بواحد الطريقه اللي فنيه وابداعيه، وشوفوا كيفاش جاوا. شوفوا 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 جاوا خطيرين. هذا بالنسبه للناس اللي خدامين، حتى هو تقدري ديه معاك. وفيه هاد الغلاء هاد هادي بلاتي راه كيتحل، ها نتوما. وفيه هاد لاباي، الثمن ديال هاد القرعه بشحال كتبقى؟ 30 درهم. كبيره والصغيره، كاينه هاد الكبيره، كاينه هاد الصغيره، وكاينه هاد الكبيره حتى هي ب 30 درهم، وكاينه هادي، وهادي اللي فيها الغوز وهاد الفيغ هكا حتى هي 30 درهم. ودابا غادي ندوز لكم لهاد الكيسان اللي واعرين وفيهم هاد الريشه هادي، الصراحه عندي ومجرباهم هادو حتى هما، الثمن ديالهم هادو عندنا هنا 24 ياك؟ 12 ب 70 درهم، انا كيسحب لي 24. المهم راه انا لقيت اللي كنت خديتهم راه خديتهم ب 120 درهم، ولكن دابا الصراحه راه دار لكم رشيد سولد غير ب 70 درهم فقط. وهادو اللي هنا خويا هادو كلهم 70 درهم. شوفوا 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 لي اللمعان ديال الكاس كيفاش كيجي خطير وهائل. هادو الثمن ديالهم كلشي هنا 70 درهم، هادو 60 وهادو 50. الصراحه كويسات ديال اتاي زوينين. شوفوا لي الالوان الراقيه والهائله. وهادو اللي هنايا هادو معتم 70 ياك؟ 70 درهم. هادو اللي هنايا كيبقاو ب 60 درهم، وهادو 50 درهم.